هل يجوز أن يسلم أو يصافح الرجل المرأة الأجنبية علما بأن الخاطر أو القلب ما فيه قصد؟ أرجو بهذا إفادة. لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية، هو المراد بالأجنبية من ليست من محارمه، ولا فرق بين أن يصافحها مباشرة أو من وراء حائل، ولا فرق بين القريب الذي ليس بمحرم وبين البعيد. وما يفعله بعض الناس من العادات القبيحة التي تجري بينهم من مصافحة الرجل لبنت عمه أو بنت خاله أو ما أشبه ذلك فإنه منكر، يجب النهي عنه والحذر منه. والفتنة في المصافحة قد تكون أشد من الفتنة في النظر، فالواجب الحذر من هذه العادة القبيحة والنهي عنها. نعم، بارك الله فيكم.